خليني ارحب الحقيقه. ولعلي اخ علي. نعم، بس خليني ارحب بالاستاذ عبد الرحمن المعمر. اول شيء استاذ عبد الرحمن اشكرك على حضورك في استديوهاتنا في جده. ابو بندر انت شخصيه يعني راقيه وعميقه وعندها تجربتها الصحفيه، رئيس تحرير صحيفه الجزيره الاسبق، وعاصرت بلوك المملكه العربيه السعوديه، ما ابغى اكبرك ولكن جلهم. سؤالي لك خلال ايضا العفو يا سيدي. نعم، سؤالي لك، يعني كل قائد مر على المملكه العربيه السعوديه اكيد له ميزات، ما هي ميزات الملك عبد الله بن عبد العزيز؟ احسنت، كل قائد له ميزه، وكل وكل نوع من الفاكهه له طعمه وله عنده. انا لا اريد ان يعني الملك عبد الله لا يزيده المدح ولا يزيده الثناء، تجاوز قدر المدح وتجاوز الثناء، وهذه الجموع التي زحفت إلى الرياض ومشت مع عقبه، ما سار ركبك للهدى، ما سار ركبك يعني أينما سار إلا قلوب الناس معه تسير. الشيء الذي أريد أن أتحدث به هو تفعيل القرارات، أهم شيء تفعيل. تذكرون الملك في الميزانية في مجلس الوزراء قال للوزراء ليس لكم عذر، كل شيء عندكم، قال هذا الكلام. لم الدولة لم تقصر في رصد ولم تقصر في منح الصلاحيات ولا في إصدار القرارات، التقصير في آلية التنفيذ وفي بعض الذين يفسرون الأنظمة تفسيرا عجيبا، إما أن يدعي أنه سيدرسها ثانية أو وإذا قال سيدرس اعلم أنه سيندرس الموضوع، لأنه ما كل دراسة هي دراسة. هذا ولذلك يعني ينطبق عليهم قول الشاعر، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي فعلوه زادت العقد. هو يريد أو يدعي أنه سيحلل فهي ستزيد العقد. الناس كفاها دراسات وكفاها، ولذلك القرارات مليئة لا تحتاج إلى مزيد، تحتاج إلى تنفيذ بس. أنا أرجو، وأنت يا أخ علي أنا ألاحظ في كل شيء تحض الضيف وتحض الناس على موضوع تنفيذ القرارات، مش العبرة في إصدار المزيد. نعم، الناس كفاها وشبعت، والملك لم يقصر. كل الناس تذكر كلمته في مجلس الوزراء. نعم، فهذا ولذلك كلمة 4 أشهر في بعض الأمور أنا أرى أنها كثيرة. نعم، لأن الوقت له قيمته، والشاعر القديم يقول إني لأرجو منك خيرا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل، والوعد أجمل ما في الوعد هو إنجازه. الملك لم يقصر والدولة لم تقصر، لكن التقصير يأتي من بعض الموظفين وبعض الذين يضعون العصي في الدواليب، وهؤلاء سبحان الله العظيم في كل مكان موجودين، في كل مكان تجدهم، والناس مغرمين بهم، ولذلك تجد يمدد لهؤلاء لا يمدد للإيجابي، شيء عجيب. نعم، لهم سبحان الله حظوة وحظ. نعم، لهم حظوة وحظ، والقرارات هذه التي صدرت هي قرارات إيجابية وكل شيء، لكن لا عبرة بالقرار ولا شيء إذا لم يكون التنفيذ سريعا وإيجابيا وكاملا ومحيطا. نعم، وذا القبول في الجامعات الآن. هذا طيب. الآن كم طيب. من النوابغ الآن يسعون إلى طيب أبو بندر سأعود لك، وهو نابغة لا يجد. تفضل يا سيدي. نعم، سأعود لك. لا يجد واسطة النابغة. نعم نعم، سأعود لك بعد قليل. تعرف الدكتور محمد عندما سمعنا التفصيل لموضوع الابتعاث والحقيقة اللي هو دعم الميزانية وضم كافة الطلبة اللي تنطبق عليهم الشروط واللي حددوها ببعض التخصصات، احنا المناشدة اليوم ولعلك تشترك معي ذلك كل ضيوفي الأعزاء أنه كل طلابنا اللي في الخارج أكيد هم لا يذهبوا للنزهة، نتمنى أنه يشملهم ضمهم للبعثات، ونحن صحيح نحتاج التخصصات العلمية أكيد، ولكن أيضا على مستوى إذا أخذنا مثال كالإعلام، أكيد الإعلام يحتاج إلى أنه الشبان والشابات يعني يتشربون هذا العلم من خارج المملكة، من الولايات المتحدة التي عريقة بذلك، أو بريطانيا أو أستراليا أو كندا، إضافة إلى التخصصات الأخرى الإنسانية التي فيها يعني فكر وحوار حضارات وليس صراع حضارات. كل هذه الأمور أيضا اللغات، لأنه هذه أيضا مفيدة للأوطان في كل قطاعاتها الحكومية والأهلية، فأنا أريد أن يعني توجه كلمة في هذا السياق تحديدا.
من ميزة البرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أنه جاء ليكون شاملا لكل التخصصات، إلا إذا أراد أحد أن يفصل الأمور بطريقة مثل ما قال أبو بندر، وأنا أتفق معه إن المشكلة أحيانا تكمن في من يوكل إليه الأمر ويدخل في تفاصيل ويدخل في تفسيرات أحيانا قد لا تكون منطقية بحثا عن ما يعرقل المشروع. أنا لاحظت أنه من خلال البيان الذي قرئ أن هناك طلاب يشملهم برنامج الابتعاث يدرسون القانون. لاحظ أن المملكة العربية السعودية، وأنا من خلال خبرتي بمجلس الشورى 12 سنة، أضعف دائرة لدينا في مجلس الشورى هي الدائرة القانونية، لأن الذين يقومون عليها لا يمتلكون الخبرة القانونية، يملكون خبرة شرعية في بعض الأمور التي لا تحتاج. نحن نحتاج لثنتين وعبارة. نحن بالضبط نحن نحتاج لهذا. ولذلك الملك عبد العزيز، ترى يعني استمرار للكلام هذا، الملك عبد العزيز من الذين ابتعثهم في السنوات المبكرة كان لدراسة القانون ودراسة العلوم السياسية ودراسة القانون الدولي والقوانين بكل أشكالها، لأنهم البلد بحاجة إلى من يسن القوانين. لو تعود إلى قرارات مجلس الشورى السابق في عهد الملك عبد العزيز من تأسيسه عام 1343 و44 تجد أنه صيغة بصيغة قانونية راقية من خلال أصحاب خبرات درسوا حتى في الآخر العهد العثماني. على كل حال أنا أتفق معك أن العلوم الإنسانية أنها لا تقل إطلاقا. أي. هل روح نقفلها؟ الإعلام هو أهم سلاح في هذا العصر. إذا لم يتولى أمره وناس يملكون المعرفة، يملكون الخبرة، يملكون الدربة، يملكون الاستفادة من الآخرين، فبقول على إعلامنا السلام. الآن مثلا إعلامنا السعودي بكل أسف يعني وبأمانة يعني كم عدد الذين يتابعون السعودية ويشتكون؟ أنا أعفني من النقاش هذا الموضوع. أيه. تعرف ليش؟ يعني لأنه يعني مهنيا لابد أن يكون ممثلين وإحنا قناة منافسة. فأنا الحقيقة همي وهمك كله أنه هذه القرارات يعني كما نقول تنفذ، وكل الشكر الحقيقي العميق للملك الذي في نفس اليوم قرر هذه القرارات. وحقيقة هذا ما هو تزلف، ولكن أنا أعيد وأكرر الهم هو التنفيذ السريع. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة اللي بدأناها من 5 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولسه مكملين معكم، وهذا أقل ما يقدم في هذا اليوم اللي كل السعودية فيه فرحانة بقدوم الملك عبد الله بن عبد العزيز. أذهب للأستاذ يحيى الأمير في الرياض. أستاذ يحيى أهلا وسهلا بك مجددا. المادة 14 اليوم اللي هي إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، تعليق على هذا القرار. طبعا هذا القرار يمثل جزء من الهاجس المستمر والدائم لدى الملك عبد الله. ويعني للأمانة هنا يقال إنه الملك عبد الله استطاع أن يصنع وعيا سعوديا في أذهان الناس باتجاه الموقف من الفساد. لعل يعني الحديث الأكثر جراءة عن الفساد أول ما فتح في الشارع السعودي، وعن أهمية النقد، وعن أهمية يعني متابعة حقوق المواطنين وقضاياهم، لعل الحديث الأكثر جراءة أول ما فتح كان على لسان خادم الحرمين الشريفين، ولعلنا نتذكر لغته القوية والمؤثرة باتجاه الكارثة الأولى التي حدثت في مدينة جدة العام الماضي. واضح أنه المسألة الرقابية ومسألة الإنجاز ومتابعة الإنجاز تمثل بالنسبة له هاجس ملح جدا، مثل ما تحدثوا الزملاء الكرام ومثل ما نتحدث كثيرا بأنه قد تكون لدينا مشكلة في بعض الجهات التنفيذية وحتى في رؤيتهم للتنفيذ وفي سياستهم للتنفيذ. في الواقع أنه دور القائد أو دور الملك ينتهي بمجرد الإقرار والدعم والتوجيه والعمل على، لكن بعض ما يحدث من تعثر أو تأخر في بعض المشروعات وما لمسه خادم الحرمين الشريفين ووقف عليه بنفسه،
واضح أنه هذه المسألة أصبحت هاجسا بالنسبة له، لذلك فهو يتجه إلى تعميقها وتحويلها إلى عمل مؤسسي يستطيع أن يوضح للناس جوانب القصور التي قد تلحق ببعض مشروعاتهم، يستطيع أن يقدم تصوره الفعلي بين يدي الملك، يستطيع بذلك أن يسهم في زحزحة كثير من العوائق التي ربما تعترض مشروعا هنا أو رؤية هناك. أنا أتصور أيضا أنه في هذا الجانب، يعني في الجوانب المتعلقة بالحديث عن الفساد، في الجوانب المتعلقة بالحديث عن حقوق الناس وعن أهمية أن يحصلوا على ما لهم، الجوانب المتعلقة بإيجاد لغة لنقد المسؤولين وللتحاور معهم حول الجوانب التي يديرونها للناس، كل هذه لغة أستطيع أن أقول أنه دشنها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذا شيء يعني من الواضح جدا ما شهدته المملكة من ارتفاع في سقف حرية الصحافة وحرية مختلف الوسائل الإعلامية باتجاه ما يخدم التنمية وباتجاه ما يحمل المواطن صوتا وطموحا ويحمل مشروعاته وخدماته سؤالا يلقى ربما كل صباح على طاولة مسؤول هنا ومسؤول هناك ويستدعيه للرد ويستدعيه لجواب الناس والتفاعل معهم. أنا أتصور كل هذا الوعي الجديد، كل هذه اللغة الحضارية الوطنية دشنها بيننا الملك عبد الله بن عبد العزيز. أستاذ يحيى الأمير، شكرا لك على حضورك في استديوهاتنا في الرياض. أيضا أشكر أيضا ضيوفي في جدة الأستاذ حسان طيب على حضوره، وأيضا أشكر الأستاذ عبد الرحمن المعمر على حضوره أيضا في استديوهاتنا هناك. فقرتنا في جدة الآن انتهت، وإن شاء الله يعني أستاذ عبد الرحمن المعمر نشوفك مرة ثانية، لأنه هذه الزيارة الأولى. أما الأستاذ حسان في البيت بيتك عاد، يعني أنت دائما صديق للبرنامج.